قلنا في العالم العربي كله نحن نشعر معكم بألامكم بخوفكم وبانتظارتكم. نحن هنا مجتمعون مع قداسة البابا وحوالي 200 كاردينال وبطرك وأسقف من العالم كله، نرجو أن نخرج بنتيجة لصالح الجميع. لحد الآن نحن في مطلع منطلق هذا السينود، لحد الآن عندنا مبادئ عامة، لم نصل إلى الكلام ولم نصل إلى النتائج. نوكل أمرنا لله، وتأكدوا أنتم أهلنا في المشرق في الأردن وفلسطين والقدس أننا لن ننساكم بكل موقف وبكل ترحال إن شاء الله. صلوا إلنا ونحن نصلي لكم، ومن هنا من روما نعطيكم بركتنا محبتنا وصلاتنا. شكراً.